لاباراي هذه والميدان هنا، هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا وهذا هو الاستاذ. تم الامضاء على اتفاقيتين، الاتفاقيه الاولى مع مديريه البيئه من اجل المرافقه التقنيه والبيداغوجيه للفرع البيئه المفتوح على مستوى معهد ولاد جلال، والاتفاقيه الثانيه هي تكوين الصيادين لولايه ولاد جلال على مستوى معهد سيدي خالد، وابرمت الاتفاقيه بين محافظه الغابات ومعهد سيدي خالد. بعد ما تم تكوين جمعية الصيادين على مستوى ثلاث دوائر وثلاث بلديات والفيدرالية الولائية على مستوى ولاية ولاد جلال، سوف نقوم بإجراء هذه التربصات لمدة ثلاثة أيام على طول السنة، يعني ثلاث أيام كل ثلاثة أشهر راح تكون فيها تربصات في هذا المعهد.